منذ عدة أعوام تخصص الحكومة الاتحادية سنويا ملايين من الدولارات لمشاريع مركزية واستثمارية لجميع المحافظات ومن ضمنها محافظة كركوك. هيئة النزاهة العراقية وفي آخر تقرير لها كشفت عن تلك عدد كبير من المشاريع في كركوك بلغت 600 مليون دولار. فعلا المشاريع اللي قمنا بها خلال السنوات الماضية في كركوك أكثر هذه المشاريع لن تنتهي بسبب عدم وصول الموازنة بشكل كامل إلى المحافظة. إذا تحدثنا عن المشاريع النفذت من قبل هيئة الاستثمار، نعم هناك الكثير من المشاريع اللي منحت إجازاتها استثمارية لكن لم يتم المباشرة بها لأسباب، فقط تم تخصيص أرض، منحت إجازة استثمارية، لكن على أرض الواقع لا يوجد مشروع، وبالتالي هذا فقط هدر بالأراضي التي ذهبت، أراضي محافظة كركوك ذهبت، لم تذهب إلى مكانها الحقيقي اللي المفروض تنفذ عليه مشاريع لخدمة المحافظة. رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة كركوك أوضح بأن هناك مجموعة من المشاكل في المحافظة سببت في تلك تنفيذ المشاريع. كلجنة نزاهة من المتابعين للمشاريع المفروض أن ينفذ في محافظة كركوك، وخلال 4 أشهر الماضية أكثر من ثلاث كتب رسمية تم التوجيه من قبل لجنة النزاهة إلى محافظة كركوك بأن يزودوننا بعدد المشاريع المنفذة والمستمرة كي نقوم بدورنا في متابعة المشاريع، ولكن لحد الآن لم نحصل على جواب. إدارة محافظة كركوك وعلى لسان معاون مديرها الفني أوضح بأن البدء في المشاريع سيكون قريبا. هو ليس شيء مختفي على الإعلام أو على المواطنين، نحن في إدارة المحافظة لدينا ما يقارب أكثر من 400 مشروع متوقف في السابق بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب مجامع داعش الإرهابية، لكن إدارة المحافظة الآن جادة في إعادة تأهيل هذه المشاريع، إعادة تشغيل هذه المشاريع. محافظة كركوك الغنية بالنفط وإحدى سلات الاقتصاد العراقي تعاني من قلة المشاريع وخصوصا الخدمية منها، وذلك لمجموعة أسباب التي لا تزال قائمة لغاية اليوم. أبناء كركوك وبجميع طوائفهم لا يهمهم الصراعات السياسية أو الحزبية في كركوك، المهم عندهم تنفيذ المشاريع وخدمة أبناء كركوك بجميع أطيافهم. عدنان جاب، قناة التغيير، كركوك.